بونسوار، كومون سافا؟ في سؤال أنا بتسأله كتير وبقراه كتير، وهو الأب والأم مش خارجين فرنسي وعايزين ولادهم يدخلوا فرنسي. طيب إحنا الأول ليه فكرنا في مدرسة فرنسي؟ فكرنا في مدرسة فرنسي لأن في تربية من الراهبات أفضل، فكرنا عشان الولاد اللي بيدرسوا فرنسي ومعاه إنجليش كلغة تانية فبيبقوا ممتازين في اللغتين، وإن المستوى في المدارس فرنسي أفضل. طيب إحنا قدام حاجة صعبة؟ إحنا قدام لغة صعبة. اللي بيقول سهل بناء على يعني فروق أو تجارب بسيطة، أو نقدر نقول إنه بناء على حالات فردية قليلة، لكن الحقيقي والواقع هو إن فعلا اللغة مش سهلة. طيب ليه مش سهلة؟ مش سهلة لأن ملهاش كتب كتير، ملهاش مصادر نعتمد عليها. يعني احنا عندنا مثلا قدام امتحانات سواء بتيجي من الوزارة او امتحاناتنا في المدارس، فمش سهلة، مش سهلة خالص، ومش متوفرة، ملهاش كتب، كتب خارجية قليلة، وحتى كتبنا غالية، والوضع كله صعب. طيب احنا قد ان احنا ندخل في حاجة فيها عبء مادي زي ده؟ احنا خلاص مستعدين. يبقى ندخل في ان احنا هنستعد ازاي. اول حاجة الاب والام بيلازم حد منهم هيدرس كورسات او هياخد كورسات، وده بقى بتشترطه المدارس في الفترة الاخيرة. مين اللي هيتابع الطفل او الطالب في البيت؟ وده مهم، عشان في بعض الناس بتيجي تقول ما هو احنا في يعني مدرسة عندنا خلاص الطفل او الطالب بيجي فاهم ومش محتاج ان انا اقعد معي. ما كانتش المدرسة سألت وقالت مين هيتابع الطفل؟ لو احنا كل الاطفال وكل الطلبة بتيجي بيرفكت، ما كانش حد هيطلب الطلب ده في المدارس. يبقى المدرسة ادرى مننا بان لازم يكون في حد في البيت عارف فرنسي، وبقى بيشترطوا كمان شهادة. ده دليل اكتر على ان الفرنسي مش سهل ومحتاج متابعة. طيب احنا هناخد كورسات، عندنا اماكن كتير هناخد فيها كورسات، هناخد في مراكز، هناخد على النت، هناخد مع حد برايفت، مدرسة نفسها بتوفر ده لأولياء الأمور، فده تمام ما فيش خلاف عليه، لازم عشان أقدر أن أنا أتابع الطفل. طب أنا ما عنديش المقدرة لا المادية ولا الوقت أن أنا أخد كورسات مثلا، يبقى أنا ساعتها هضطر أن أنا أدي لسان برة أو جروب، فرضا وأن الطفل أو الطالب راجع فاهم من الفصل فعلا والدنيا تمام وزي الفل، وأنا شايف أنه درجاته كويسة ومش محتاج، تمام جدا، خير وبركة. طب لو هو راجع في مشكلة مهملهاش، ودي النقطة التانية، مهملش فكرة ان الطفل او الطالب نجح وخلاص، لا هو نجح وخلاص بس سنة في التانية الموضوع مش هيبقى كده. فلازم ان انا اخد بالي ان اللغة مش بس انه نجح، اللغة في انه بيقرأ كويس، بيتكلم كويس، لو سمع فرنسي هيفهمه على قد سنه، كل الحاجات دي مهمة. فاللي داخل تجربة فرنسي يبقى عارف ان هو داخل على تجربة محتاجة منه مجهود، محتاجة من الطفل والطالب مجهود، ومحدش يقول المدرسة بس، المدرسة والبيت مع بعض. مرسي.